والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن يا رسول الله، سلام الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا جعفر الباقر، يا مظلوم يا غريب يا مسموم يا لعن الله ظالميكم من الأولين والآخرين، ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا يا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما، بكيت لرسم الدار من عرفات وأدري دمع العين في الوجنات مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر عرصات لمن؟ لآل رسول الله. هنيئا للحجاج اللي الآن موجودين في المدينة يذهبون لزيارة هذه المراحل، يذهبون لزيارة هذه القبور، قبور الأئمة سلام الله عليهم في البقيع. هنيئا لهم. لآل رسول الله بالخيف من منى وبالبيت والتعريف والجمرات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنايات، قفا نسأل الدار التي خف أهلها، متى يا عهدها بالصوم والصلوات، فاطم لو خلت الحسين مجددا. الله أكبر. صاحبة العزاء سيدتنا ومولاتنا فاطمة، أفاطم لو خلت الحسين
مجدلاً وقد مات عطشان بشط فراتي فاطم عنده واجريت دمع العين في الوجنا مصائب عظيمة ولكن مصيبة الحسين قبر بجنب النهر من أرض كربلاء أي معرسهم فيها بشط فرا يا ويلاه يا ابن المهايا يا حضرت انا ولا غسلت جسمه ودفنت لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجلسكم وأنفاسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد الثانية على محبة الإمام الباقر بأعلى أصواتكم الثالث لتعجيل فرج صاحب العصر والزمان بأعلى أصواتكم عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال يكون في آخر الزمان قوم ينبع فيهم قوم مراءون يتقرؤون ويتنسكون حدثاء سفهاء لا يجيبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر يطلبون لأنفسهم الرخص ويتبعوا المعاذير ويتبعون زلات العلماء وفساد عملهم
يقبلون على الصلاة والصيام وما لا يكلمهم في نفس ولا مال، ولو أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها، كما رفضوا أتم الفرائض وأشرفها. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة، بها تقام الفرائض، هنالك يتم غضب الله عليهم فيعمهم بعقابه، فيهلك الأبرار في دار الفجار، والصغار في دار الكبار. عطروا مجلسكم وأنفاسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. هذه الرواية مروية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وسوف تصادف ذكرى شهادة الإمام سلام الله عليه في 7 من ذي الحجة. هذا الإمام المظلوم، الحجاج يتوجهون في الأيام التالية المقبلة إلى مكة المكرمة، وتبقى تلك الديار موحشة مظلمة. الإمام سلام الله عليه روحي وأرواح العالمين له الفداء، روى عنه هذه الرواية جابر الجعفي، وهو بواب الإمام، خادم الإمام سلام الله عليه. هو يروي هذه الرواية عن الإمام سلام الله عليه، وهو محل ثقة، وما يرويه جابر يرويه عن الإمام سلام الله عليه وهو محل ثقة الإمام سلام الله عليه. فيقول، قال عن أبي جعفر سلام الله عليه، قال: يكون في آخر الزمان، آخر الزمان اللي يقصد به الإمام سلام الله عليه، اللي هو ما ترى يكون ما بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو كأن الزمان ينقسم إلى 3 أقسام، فآخر هذه الأقسام 3. ولكن الظاهر بحسب التتبع لهذه الروايات التي تتحدث عن آخر الزمان، هو ما يكون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى يوم القيامة. هذا كله يطلق أو يعبر عنه بآخر الزمان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تحدث كثيرا في هذا المجال، وقد أخبر سلمان المحمدي بهذا المجال، ولكن هنا الإمام الباقر سلام الله عليه يبين مجموعة من الحقائق. طبعا هذه الرواية ينقلوها في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه الرواية طويلة، زين، صاحب الوسائل يقطعها، يعني ينقل منها مقاطع في كتابه، ولكن الشيخ الطوسي في كتابه التهذيب ينقلها كاملة، الشيخ الكليني في كتابه الكافي ينقلها كاملة تامة، وأنا أيضا نقلت مقطع منه، وإلا هي طويلة الرواية. يقول: يكون في آخر الزمان قوم، بس بعض الروايات تقول يتبع، وفي بعض الروايات يقول ينبع، فيهم قوم مراؤون. هذا في علامات آخر الزمن، أنه الإنسان يكون بين هؤلاء الناس، بين الخلق، وناس يراؤون الناس بأعمالهم، يراؤون الناس بأفعالهم، يراؤون الناس بعباداتهم، يراؤون الناس بطاعاتهم. وهذه الصفة
لاحظ كيف تشتهر حتى أن الإنسان يستغرب لكثرة اشتهارها. الإمام سلام الله عليه يقول هؤلاء يراؤون في هذه الأعمال وفي هذه العبادات وفي هذه الطاعات. وهذه المسألة لربما يشوفها الإنسان ويلمسها الإنسان في عصرنا الحالي. إذا الإنسان مثلا حج بيت الله، أو إذا قرأ القرآن، أو إذا صلى، أو إذا عبد، أو إذا خطب، أو إذا قال، أو إذا تكلم، أو إذا عمل، فدائما يلاحظ الإنسان أن طبعا إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. فهنا تلاحظ كثرة المراءة. يجي واحد الآن، في السابق كانوا الناس يكتمون اللي يسوي خير، اللي يسوي عمل، اللي يطل الأيتام، يساعد الفقراء، الضعفاء، المساكين. الآن يتاجر، الآن يتاجر بالضعفاء، يتاجر بالأيتام، يتاجر بالمساكين، صار هذا فديدا، فد مسلك. طبعا هذا حتى عند المتدينين، يعني مو فقط أولئك غير المتدينين، لا، حتى عند المتدينين يتفاخر، يتباهى إذا عمل عملا، أو إذا عبد عبادة، أو صنع صنعا أو فعلا، فيرائي بهذا العمل. فالإمام سلام الله عليه يقول ينبع في هؤلاء القوم قوم مراؤون. زين، بعد فقط هاي صفة الرياء هي الصفة الطاغية عليهم؟ لا، يقول ويتقرؤون. يتقرؤون أي يدعي المعرفة بالقرآن، يدعي قراءة القرآن، يدعي من بأنه من أهل القرآن وهو ليس من أهل القرآن بشيء. يعني في السابق كانوا قراء القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في عهد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، قارئ القرآن كان مبلغ، كان مرشد. قارئ القرآن إذا حفظ له شوية من القرآن الكريم آيات أو سور وصار يشتهر بين هؤلاء الصحابة والأصحاب، رأساً يدزول التبليغ، يروح يبلغ، يروح يرشد. لاحظ كيف مصعب بن عمير كان شاب، 17 سنة رواية تقول، 20 سنة رواية تقول، لكنه كان حافظ القرآن. نبي صلى الله عليه وآله وسلم أول واحد بعثه، لاحظ كيف، إلى المدينة المنورة حتى يبلغ ويرشد. هو عمره صغير بس شنو كان حافظ القرآن، حافظ لكتاب الله. فكان في السابق اللي يقرأ القرآن رجل معروف بالعلم، معروف بالفضل، فيقدم. أما تلاحظ في زماننا، في زماننا أكو هناك من يقرأ القرآن، وهذا الشيء جهد مشكور، من يعرف التجويد جهد مشكور، بس ليس هذا كله، لاحظ كيف، هو الهدف الأساس. شايف أنت بعض الأحيان واحد إذا حشوية تعلمنا قاعدتين أو ثلاث قواعد من التجويد، إجا شاف فلان يخطئ في صلاته، قال له لا مو صحيح، هاي لازم تمدها ست مدات، والضالين يجيبها ست مدات، تحسب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، يعني بالضبط يجيب لك إياها أنه لازم تمشي هكذا بقواعد التجويد. مش لا تمشي، لازم تمشي يا أخي، هو مد، زين، هو مد. إذا العرف وتحقق هذا المد في الواقع، زين، وصار انطلق عليه عنوان المد، كافي، مو بالضرورة أن يوصل الإنسان إلى ست حركات. فتشوف بعضهم يجي يدقق في هذه المفردات، هاي كلمة ولا الضالين، تعال أنت هاي الضاد شلون تطلقها؟ حسب أهل الشام وأهل العراق وأهل الحجاز، وتعال هذا يتفلسف في هذه المسألة ويبحث في هذه المسألة. فلذلك تشوف بعض الناس وظيفته هاي، يدقق في هذه المسائل، يتمعن في هذه المسائل. علم التجويد علم جميل، بس مو هو، لاحظ كيف، الأساس اللي أنت لازم تعرفه حتى صلاتك تكون صحيحة. أحد العلماء راح إلى السيد الطبطبائي قدس الله روحه الشريف، فيقولون هذا قعد، فقال له أريدك ترشدني، أريدك تعبني هاي الصلاة مالتي اللي أشوفها أصليها. قال له أنت اللي راح يدمرك، زين، اللي راح يهلكك
في صلاتك هو التركيز على التلفظ، يعني هاي التلفظ مالتك في قضية الحروف وغيرها هي هذه اللي راح تدمر صلاتك. انت هاي مو صلاتها، إذا كل ساعة تعيد اللفظ وترجع مرة ثانية تعيد اللفظ، ها صار ها ما صار، شنو بقى من صلاتك؟ انت صلاتك كلها راح تتوجه إلى هذه الحروف اللي راح تتلفظ بيها، هاي كلها الصلاة. فلذلك تلاحظ أنه بعض الناس يدقق، يتقرؤون هؤلاء الذين يدعون شنو؟ أنهم من أهل القرآن، أنهم أهل القرآن، لكن اللي يقرأ القرآن، اللي يتعلم القرآن يحتاج أن يروح يبلغ، يحتاج أن يروح يرشد. وهذه نقطة مهمة كبيرة جدا لابد أن نتوجه إليها في مجتمعاتنا. أنا أخاطب نفسي أولا وبالذات، لاحظتوا؟ أنا أشوف بعض الأحيان يجيني إنسان، لاحظ كيف يدقق في هاي المسائل، يتمعن في هاي المسائل، في طاعاته، في عباداته، في كذا، صح حمامة مسجد، حمامة مسجد، لكن يا بتعالى اطلع، مو هذا مجتمع، هذا هذول ناس لو مو ناس، أوادم لو مو أوادم، إحنا جايين من هناك لهنا، هذا الأجنبي مباوع وخلص، هذا هو، هذا المسيح اللي بالمدرسة يقعد وياي أنا، بس هذا هو، بس أشوفه وانتهت القضية، ما أحكي وياه، ما أتكلم وياه، ما أجي، ما أرشده. الإمام الباقر سلام الله عليه روحي وأرواح العالمين له الفداء دعا حتى أبين أنه الأئمة شلون يشتغلون، والله شغل يدعو للتعجب، شغل يدعو للتعجب. الإمام الباقر سلام الله عليه دعا هشام بن عبد الملك وين إلى الشام، راح الإمام، كان يوميا الإمام سلام الله عليه ما يقعد وياه هشام بن عبد الملك في قصر ومنعزل عن الناس وبعيد عن الناس. بس الرواية تقول في أثناء رجوعي، رواية تقول لا في نفس الشام، فكان الإمام سلام الله عليه يجلس خلول البساط، فيجلس معه أصحابه أهل بيته بعض من يعرفونه. في هذه الأثناء شاف ذاك اليوم النصارى المسيحيين زين هذول يتوجهون إلى مثل مغارة أو جبل أو كذا، فالتفت إلى جماعته قالوا لهم شنو اليوم أكو عيد هنا عندكم بالشام؟ قالوا لا يا ابن رسول الله، ولكن هذول النصارى كل سنة يجون أكو نار بالمغارة، أكو في هذا الجبل رجل عالم عندهم، لاحظ كيف راهب من الرهبان، يجون يسألوه شنو عندهم أسئلة إلى السنة القادمة، فيجيبهم على كل أسئلتهم. زين الإمام سلام الله عليه شنو سوى، ماذا فعل؟ يقولون الإمام سلام الله عليه أقنع رأسه بثوبه، خلى ثوبه فوق رأسه نفس الطريقة اللي هم دا يستخدموها. طبعا علمائنا عندهم بحث مفصل في هاي القضية، بحث مفصل، لاحظ كيف أنه يلبس مثل لباسهم ويتشبه مثل تشابههم وكذا، ويجون يمرون بهاي الرواية شنو قصد الإمام سلام الله عليه جاء؟ يعني هذا كذب عملي يصير، ولكن الإمام سلام الله عليه عندما يكون الهدف أسمى وهو هداية الخلق، هداية الناس، زين يكون الإمام سلام الله عليه يأخذ هذا المرحلة. يقولون فالإمام سلام الله عليه رحل معهم، جلس، هذول طلعوا لهذا العالم، طلع فعصبوا عينيه بعصابة، الظاهر حواجبه هواية كانت طويلة تنزل على عينه، صعدوها، فأخذ ينظر نظر الأفعى بالموجودين، يشوف أكو فد واحد كذا يريد، لاحظ كيف يسأله أو يلتفت إليه. يقول فرأى الإمام الباقر سلام الله عليه الإمام قد مغطي رأسه وجالس، فعند ذلك جاء إليه من دون كل الناس، من دون كل الخلق، فجاء إليه قال أنت منا أم من هذه الأمة المرحومة؟ منا، لأن هذا شاك، هذا متحير. الإمام سلام الله عليه مخلي ثوبه على رأسه بنفس الطريقة اللي هم عليه، فقال له أنت منا أم من هذه الأمة المرحومة؟ فقال له الإمام سلام الله عليه لا من هذه الأمة المرحومة، يعني من المسلمين. فقال أمن علمائها أم من جهالها؟ فقال الإمام سلام الله عليه لست من جهالها، سلام الله عليك سيدنا مولاي.
فعند ذلك قال أتسأل أم أسأل؟ بس هو لما يسأل يعني الإمام سلام الله عليه كأنه محتاج فيسأل، لاحظ كيف؟ هو بحاجة إلى العلم فيسأل، لكن الإمام سلام الله عليه قال سل أنت. هذا لما قال سل استغرب اندهش فقال يا معشر النصارى يريدني أن أسأله، هذا يريدني أنه أسأله، فالتفتوا إلى ما أسأله، التفتوا إلى هذه الأسئلة اللي أنا راح تسأليها، دققوا فيها، كأنه يريد أن يحرج الإمام سلام الله عليه. فالتفت إليه قال أخبرني عن الساعة التي هي ليست من الليل وليست من النهار. فقال الإمام سلام الله على الساعة التي ليست من الليل وليست من النهار هي ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. فقال للإمام صدقت. ثم سأله سؤالا ثانيا قال للإمام سلام الله عليه أنتم تخبرون بأن أهل الجنة يأكلون ولا يتغوطون، فأريد أن تأتي لي بمثال من هذه الدنيا. فالإمام سلام الله عليه قال الجنين في بطن أمه يأكل، لاحظ كيف من ما تأكل أمه ولا يتغوط. فهذا قال ألست تقول بأنك من علمائها؟ لماذا لم تقل أنك من علمائها؟ قال قلت لك أني لست من جهالها. ثم انزعج كثيرا وقال سوف أسأله سؤال، هذا السؤال الذي سوف أسأله يجعل، لاحظ كيف، الحمار يتوكأ في الوحي لشدة قوة هذا السؤال، على أساس هذا في باله هكذا، وهو مو قصد الإمام سلام الله عليه جاي كمثل. فعند ذلك سأل الإمام قال أخبرني عن اثنين ولدا في ساعة وعاشا ثم بعد ذلك ماتا في ساعة ودفنا في ساعة. فالإمام سلام الله عليه قال عزرة وعزير، هذول انولدوا في ساعة واحدة، أحدهم اثنيناتهم عاشوا 30 عام وواحد منهم أماته الله 100 عام ثم بعد ذلك أفاقه الله سبحانه وتعالى وعاش مع الآخر 20 عاما 20 سنة. فعند ذلك التفت قال ماتا معا ودفنا معا. هو رأسا سحب نفسه رجع إلى المغارة إلى الكهف إلى الجبل وقال والله لا يسألني أحد بعد هذا أبدا، خلاص أنتوا ارجعوا. ودخل إلى المغارة ومات من، لاحظ كيف سنتين. فهنا تلاحظ الإمام الباقر سلام الله عليه، طبعا الناس هؤلاء النصارى وغيرهم لما هذا وجههم توجهوا يسألون الإمام سلام الله عليه، يأخذون من علم الإمام سلام الله عليه. فأنت شوف الإمام سلام الله عليه وهو في الشام ويفكر في هداية هؤلاء النصارى، في هداية هؤلاء الناس، في إرشاد هؤلاء الناس. لذلك هذا الأمر أقض مضاجع هشام بن الحكم، فماذا صنع؟ أمر بإبعاد الإمام سلام الله عليه إلى المدينة، طلع على المدينة سلام الله عليه. ليش؟ لأنه يعرف أنه الإمام إذا بقى في الشام فسوف يرشد ويهدي الناس ويعلم الناس ويثقف الناس، وهذا ما يأباه هؤلاء الظلمة. فالإمام سلام الله عليه يقول قوم ينبع فيهم قوم مراءون يتقرؤون، يعني يدعون قراءة القرآن مثل الخوارج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، زين شوفوا قراءة القرآن مثل هذول السلفية والوهابية، شوفوا لما يقرأ القرآن الله ناس تبكي ناس تخضع ناس كذا، لكن لما يجي بالفتاوى نعوذ بالله، زين المحارم وجهاد النكاح وكل هالمصايب اللي حقيقة يأتون بها ما أنزل الله بها من سلطان، للفضائح سبحان الله، الفضائح مالتهم دامت تنكشف. إذن الأزيديات العام هذي طلعوهم الجيش العراقي البطل الباسل، هذا الجيش اللي حقيقة ضرب أروع الأمثلة في الشجاعة وفي الوطنية، الآن دمان دي طلعوهم
يعني فد أشياء تشي بالرأس. في آن واحد في أمة يعيبون علينا ويقولون أنت الشيعة وأولاد المتعة وإلى آخره، في آن واحد في ساعة واحدة عشرة يأخذون صف عشرة لحكي يقضون وطرهم ويا يعني. هذا يخلص ويجي الثاني، هذا يخلص، هذا يسموه جهاد النكاح. ومصائب. والآن الحكومة العراقية مساكن مستحنة، حتى غير هذول الخمس ملايين يتيم أيضا أكو هذول أولادهم طالعين، وهي مصيبة المصائب. على كل يتقرؤون ويتنسكون، مو فقط يتقرؤون، لا، يتظاهر بالعبادة، يتظاهر بالزهود، يتظاهر بالورع، يتظاهر بالطاعة. حدثاء سفهاء، هذول تشوفهم صغار السن يدعي العلم، صغار السن وهو يدعي التقوى والورع، ولاحظ كيف المعرفة. سفهاء من الجهل والحمق، هو سفيه، كل شيء ما يعرف، كل شيء ما يفهم. لا يجيبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر. وقت اللي توصل للقضية الأمر بالمعروف والنهي عن منكر يقول لك لا، هذا مو واجب علي أنا، ومو واجب علي أنا. وهذه مصيبة المصائب. إحنا مع الأسف الشديد، أنا أقولها بصراحة وحادث نفسي أولا وبالذات، إحنا في بعض الأحيان إذا نجلس في مجلس أكو منكر، نشوف هذا صاحب المجلس شلون مليان، لو مو مليان، متروس لو مو متروس، عنده لو ما عنده، زين، إلى موقع لو ما إلى موقع، نخاف في بعض الأحيان. ليش يا أبي؟ يترتب ضرر. الإمام سلام الله عليه يقول يترتب ضرر، يخاف أنه فالضرر يترتب عليه، يقول لا، هذه إذا أنا أوجد له مبرر أنه هذا الأمر ما يحصل. لاحظ كيف. فيقول الإمام سلام الله عليه: لا يجيبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر يطلبون لأنفسهم الرخصة والمعاذير. زين، يروح يوجد له في التبرير أنه أنا ما أقدر، أنا إيدي مطول. زين، وهاي بالعراق هواي موجودة. تصعد أنت تصعد تحكي على المالكي، أو تحكي على عمار، أو تحكي على فلان، أو تحكي على كل من يخربط بالعراق، ها؟ تشوف الناس هم يقولوا لك ليش تحكي، هم يقولوا لك ليش تتكلم. شيخنا أنت ما تخاف تنقتل، ما تخاف يقتلوك، وهذول ما عندهم رحمة. زين، هم يخافون من الضرر، يخافون من، عندهم خوف. وهذه مصيبة، هذه كارثة. أنت إذا أكو ظالم لازم تحكي، لازم تتكلم. أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا يتحدثون، كانوا يتكلمون. الساكت عن الحق شيطان أخرس. لازم الإنسان يبين، لازم الإنسان يوضح. هسه يكون هذا على رأس عمامه، أو يكون على، لاحظ كيف، دكتور، أو يكون، لاحظ كيف، أستاذ، أو يكون مثلا صاحب حزب أو حركة أو تيار. المفروض الإنسان يتكلم، يحكي. فهذول يقولون يا أخي أنا خاف على نفسي، أنا خاف أنه إذا حكيت راح أخذ، راح يترتب علي ضرر. والمعاذير حتى يتهرب من المسؤولية، لتقع على عاتق المسؤولية، فيوجد مئة عذر وعذر حتى لا يدخل ولا يتكلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويتبعون زلات العلماء وفساد عمله. لكن هو هذا اللي لما يجي للظالم ما يقدر يحكي عنه، بس تجي للمرجعية، هذا المرجع ليش ساكت، هذا المرجع ليش ما يحكي، هذا المرجع ليش كذا، هذا المرجع ليش يتكلم، هذا المرجع ليش يسوي هذا الفعل. فيتتبع زلات هذا، زين، هذا العالم مسكين قاعد في بيته، لا حول له ولا قوة، يتعامل بأخلاق. زين، أنت هذاك ما تتكلم عليه، ما تحكي عليه، تجي تحكي على هؤلاء العلماء المساكين. فهؤلاء يتبعون زلات العلماء، يعني شنو؟ فلتاتهم، سقطاتهم، أخطاءهم. العالم هذا شقد خادم وشقد مسوي. زين، وهي مأساة مع الأسف، والله مأساة كبيرة. إيش قد هذا العالم متحمل وصابر، والكهرباء ماكو تنقطع وتجي، والبيت قديم وإيجار وما أدري إيش وكذا، كل هاي الأمور ما يذكرها
إذا صارت في قضية سياسية معينة ما تدخل أو ما اضطر يخلص، صار هذا العالم بعد فينتقل. نعم العالم كبر. نعم غلطة العالم كبر. صحيح صحيح حجي، صحيح أنه الإنسان يقول هذا الشيء زلة العالمين، وإذا كانت زلة العالم جدا خطيرة لأجل أن الناس يتبعونه ولأن الناس يقتدون به، هنا صحيح. لكن هنا الإمام سلام الله عليه مدى يقصد هذا الأمر، مدى يقصد هذه القضية. الإمام سلام الله عليه يقصد أن هؤلاء يتبعون زلات العلماء حتى يسقطوهم، يعني هدف الإسقاط هذا العالم، هدف النيل من هذا العالم، هدف أن الناس يحجون عليه يتكلمون عليه. ومثل ما دا يصير احنا دا نشوف حقيقة الآن الحديث على العلماء صار بفرس، كلها تحكي كلها تتكلم، وهذه مأساة من المآسي اللي دا يمر بها المجتمع الإسلامي. ويتبعون زلات العلماء يقبلون على الصلاة والصيام وما لا يكلمهم، يعني الأشياء اللي ما تجرحهم ما تضرهم ما تأذيهم. طبعا أنا عندما أتحدث إخواني وأتكلم في هذا المجال، لأن أنا أتوجع أتألم أتأذى، إحنا هناك يعني الكل ضدنا، الكل يواجهونا. هسه صحيح العلماء لربما في بعض الأحيان عنده تقصير في مجال أو مجالين أو ثلاثة، ولكن صدقوني إخواني هؤلاء يتربص بهم. يعني عندك الآن هذول اللي يخططون أصحاب المؤامرات الكبيرة، الله يرحم الميرزا الشيرازي قدس الله روحه الشريفة، لما سوى ثورة التنباك، يعني قضية ثورة العشرين المشهورة، هذا العالم الجليل عندما عمل بهذه الثورة تدري ايش قد حول، تدري ايش قد حكت علي الناس، تدري ايش قد تكلمت علي الناس. الشيخ الخراساني قدس الله روحه الشريف والشيخ النائيني، تدري ايش قد الشيخ النائيني في قضية المشروطة، زين اتكلموا علي الناس اللي وقف درسه راح قعد ببيته ما قدر يطلع، من هل ما الناس اخذت تتكلم علي وتحكي علي. يا اخي وين مصلحة الناس؟ إنسان كتب كتاب جدا عظيم في قضية الحكومة، وأن الشيعة حقيقة لابد أن يفتخرون أن عندهم هيك عالم يكتب. هو يقول، هو يتكلم يقول أن الرجل العادل أو الحاكم العادل كالإكسير في عهدنا في زماننا، هو يقول كالكبريت الأحمر، ماكو جيب لك فد واحد حاكم عادل ماكو. لكن هو كتب كتاب وظيفته مسؤوليته الشرعية. وهكذا الآن أيضا علماءنا يجهدون ويبذلون نفسهم وطاقتهم حتى يبينون ويضحون، لكن مع ذلك تشوف الحديث والكلام ومن أكثر من جهة ومن أكثر من طهارة، وهكذا دواليك. وهذه مسؤولية بالنتيجة، وإحنا دنعاني حقيقة معاناة كبيرة. ويتبعون زلات العلماء يقبلون على الصلاة والصيام وما لا يكلمهم، يعني أشياء لما تجرحهم يروح يصدق، زين صلاة جماعة صلاة جمعة كل شيء، في نفس ولا مال ولو أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها. لو حتى هذه الصلاة تصير في الضرر بأموالهم وبأبدانهم، يعرفون أنه واحد راح يجي لاحظ كيف يقتلهم أو ينتقم منهم أو يؤذيهم، لكانوا تركوا هذه الصلاة. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض، هنالك يتم غضب الله عليهم فيعمهم بعقابه فيهلك الأبرار في دار الفجار. الناس الخيرين المؤمنين المتدينين يهلكون وين؟ الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الذين يتخذون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذول وين؟ في دار الفجار. الله سبحانه وتعالى يأخذهم لأنهم سكتوا، لأنهم لم يتكلموا، لأنهم لم يتحدثوا، لأنهم لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. والصغار في دار الكبار، هسه بعض الأحيان احنا نشوف نقول يا أخي شنو ذنب هالصغار، شنو ذنب هالأطفال، يروحون ينقتلون تسفك دماءهم وغيرهم من هذه الأمور. ليش؟ لأن هذه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا اللي هاي النتيجة.
والصغار في دار الكبار ذاك الوقت حتى الصغير ما يسلم، حتى اللي عمره سنة ما يسلم، حتى اللي ست أشهر ما يسلم. وانت شفتوا هذا الطفلة، هاي الطفلة المسكينة اللي كانوا متاركيها أهلها، وغيرها وغيرها من الأحداث اللي جرت. لاحظ كيف في العراق وفي غير العراق أطفال هسه شنو هذول جريرتهم يؤخذون بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هكذا الإمام سلام الله عليه يريد لهذا المجتمع، ويريد لشيعته ومواليه، ويريد لمحبيه وأتباعه بأن يعطوا هذه الفريضة ويولوا هذه الفريضة أهمية كبيرة. هكذا يريد الإمام سلام الله عليه أن يوجه الناس إلى أهمية هذه الفريضة، لمع الأسف هذه الفريضة ضعفت وأصبح مفعولها قليل جدا في المجتمع، ناس قلة قليلة، حتى تشوفي بعض الأحيان عند أولئك الفضلاء والعلماء وغيرهم معدومة هذه الفضيلة مع الأسف. على كل الإمام سلام الله عليه روحي وأرواح العالمين له الفداء، عاش حياة ملؤها العطاء ملؤها العلم، أعطى ما لديه وبذل ما لديه، روحي وأرواح العالمين له الفداء. لم يترك شيئا من حياته إلا ووظفه في سبيل الدين والعقيدة والإسلام. إمام سلام الله عليه روحي وأرواح العالمين له الفداء رجع إلى المدينة، عاش وهو يهدي الناس يرشد الناس يعلم الناس. في بدايات ذي الحجة اللعين هشام بن عبد الملك أمر بأن يسمي الإمام سلام الله عليه، بعض الروايات تقول أمر واليه في المدينة بأن يسمي الإمام سلام الله عليه، بعض الروايات يقول بأنه هو بنفسه بعث السم الإمام سلام الله عليه، تقول الروايات أنه سقي هذا السم، وفي رواية تقول أنه أطعموه، وفي رواية تقول أنه وضع جعلوه على سرج دابته، فعندما ركبها الإمام سلام الله عليه سرج السم في جسمه. هناك روايات كثيرة، لكن المعروف أن الإمام سلام الله عليه روحي وأرواح العالمين له الفداء عاش مسموما مظلوما، عاش هذه الحياة في هذه الفترة الأخيرة من حياته وهو في هذه الحالة المؤلمة من بدايات ذي الحجة، وهو يتألم من شدة السم ومن حرارة السم. الظاهر هكذا أن الإمام سلام الله عليه من هذه البدايات وإلى يوم السابع، يعني مو في نفس اليوم الإمام سلام الله عليه رحل من هذه الدنيا، فيقولون أن الإمام سلام الله عليه كان في داره جلس ولده جعفر الصادق بإزائه. الإمام سلام الله عليه الصادق كان عنده، أخذ يوصيه بوصايا كثير، قال بني إذا أنا رحلت ودفنتني في البقيع فأوقد السراج ليلا عند قبري، بني إذا أنا موت فأبذل مالا لنوادب يندبنني في منى. يعني يقول وين عن الإمام سلام الله عليه بأنه مات مظلوما غريبا مسموما. ثم بعد ذلك أخذ يوصيه بوصايا كثيرة، نزع الإمام الصادق عمامته، التفت إليه الإمام الباقر قال بني لما نزعت عمامتك؟ قال أبتايا كيف أغطي رأسك، كيف أغطي رأسي ورأسك مكشوف؟ ثم عرق جبينه، غمض عينيه وأسبل يديه ورجليه، ثم توجه ناحية القبلة، أي رحم الله من نادى وسيدايا وباقرايا وإماما.
ثم فاضت روحه الدنيا. يا الله يساعد قلب الإمام الصادق. من سما والباقر قوم الإبعاد، غدا دمع الولي على الوجه ينبداد. يا وين نوم من فطر من عند الفواد، يا بويا أشوف أنك بهالحال وتحسر. شي يقول للإمام الباقر سلام الله عليه، شي يقول للإمام الصادق؟ الباقر ما كمل بدرة وما تيم، بكل مجلس نحت لجله ومأتم وما تيم، دمع ما ظل بعد عندي وما تيم، بس الدم يصب من بين يديه، بس الدم يصب من بينها. الإمام سلام الله عليه أخذ يجهزه، غسله الإمام سلام الله عليه وحنطه وكفنه، ثم صلى عليه في مسجد رسول الله، وجاءوا يحملونه بعد ذلك إلى البقيع. حفروا عند قبر الإمامين، الإمام الحسن والإمام زين العابدين. عند ذلك نزل الإمام الصادق سلام الله عليه في حفرته، وأنزلوه عند ذلك، أنزله الإمام، كشف عن وجهه. نزل أبوه بحفرته ومن القلب ذاب، ولا شاف ضربه بالجسد، لا شلع نشايا. الشعر هنا يريد يوحي إلى قضية الحسين، إلى جسد الحسين. ولا شاف طعن بجثته، لا عاين صواب، ولا عاين، ولا عاين من الخيل أضلاع كسير. لكن الله يساعد قلب الإمام زين العابدين، عندما أنزل جثة الحسين إلى قبره، جسد الحسين إلى قبره، بأي حال كان وضع الإمام زين العابدين؟ يا ساعد الله، يا قلب أبو محمد السجاد، من عاد يلحق والده ويدفن الأجساد. سبعين جثة لدفنها كهول وولاد، بقبور ناس وناس خلاهم بالحفير، يا بقبور ناس وناس خلاهم. أنا صار بي ما جرى بناس، بناس تالي شفت جسمك بالخيل ينداي، يا تالي الوقت نزلتك بلا رأس، يا تالي الوقت نزلتها. يا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء،
أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم إنا نقسم عليك بكرامة الإمام الباقر بعلم الإمام الباقر بشبه الإمام الباقر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكانته بمنزلته عندك يا رب العالمين بماء وجهه يا رب اللهم اكشف عنا كل سوء وبلاء اللهم احفظ علماءنا العاملين اللهم سدد وأيد حماة الدين اللهم اقضي حوائج المحتاجين لا سيما المنظورين اللهم ببركة الإمام زين العابدين علي لكربلاء اللهم شافي مرضى المؤمنين لا سيما المعنيين اللهم عجل على ظهور صاحب العصر والزمان واجعلنا من بين يديه من المستشهدين اللهم ثبتنا على ولاية الإمام أمير المؤمنين اللهم واجعلنا بشأن أهل البيت من العارفين اللهم واجعلنا بمنهجهم من المتمسكين اللهم بحق محمد وآل محمد انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمشركين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين اللهم واصلح ما فسد من أمور المسلمين اللهم بحق محمد وآل محمد اقطع عن شعبنا في العراق أيدي العتاة والظالمين اللهم انصر قوات الحشد الشعبي والجيش يا رب العالمين اللهم اهلك الدواعش والبعثين ومن يلوذ ملاذهما ومن يساندهما يا رب العالمين اللهم تقبل أعمالنا وأعمال الحاضرين والمؤسسين لهذا المجلس وبلغ اللهم أرواح المؤمنين والمؤمنات والشهداء ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.